بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس اونفو كنتواجدوا في مع توقيت ديال ساعه الاغلاق ديال المحلات، كنصطفوا معنا سمير كاموني. سي سمير مرحبا بك معنا في لاش اونفو. سي حكيم تبارك الله عليك، فرصه سعيده هذه وتحيه للموقع ديال رئيس اونفو. طبعا انت كتشوف دابا الساعه ديال 8، فالاخوان كاملين ملتزمين بالقرار ديال الاغلاق اللي هو قرار وطني، على الرغم من انه هذا القرار هذا صعيب علينا، لانه ما له من تبعات اقتصاديه علينا. انت كتعرف على انه كاين ركود تجاري خطير، كاين ازمه اقتصاديه خانقه، الناس ديالنا صراحه واكلين الدق. كتعرف المدينه ديال العريش كتمتاز بخاصيه مختلفه على المدن الاخرى. النهار ديالنا كيبدا معطل هنا، كتعرف يعني 12 نهار باقي المدينه خاويه، يعني كتلقى واحد 40 ولا ماشي 40 بل واحد 60 ولا 70% ديال المحلات، يعني تم 12 الفقعات كيحلوا، يعني من الوحده للفقعات كتلقى المحلات كاملين حلوا. النهار كيبدا معطل، فكنظن على انه التوقيت هذا يعني صراحه خلق مشكل بالنسبه لنا واحراج، على الرغم من انه الاخوان ديالنا والتجار على مستوى مدينه العريش كاملين ملتزمين بالقرار اللي هو وطني، القرار الاغلاق في الساعه 8 مساء. الا انه فاحنا صراحه التجار ديالنا والمهنيين والحرفيين بشكل عام كيعيشوا اوضاع اقتصاديه ماساويه، الاكراهات والمعاناه اللي عندهم على كراء المحلات ديالهم، كراء ديال الديار ديالهم، الشاكات، الليترات، الضاء والماء، المصروف اليومي، يعني كاينه مشاكل حقيقيه صراحه. يعني هذا التوقيت هذا يعني شكل مشكل اخر وعقبه اخرى للتجار ديالنا والمهنيين ديالنا صراحه. يعني ما عرفناش شنو الحل في غياب دعم حقيقي للحكومه لهذا القطاع هذا اللي هو كيشكل بنيه اساسيه في الرواج الاقتصادي ديال البلاد ديالنا. يعني من التجار، يعني كنتو درتوا واحد الوقفه الاضراب العام اللي كان ديال المشروع. صراحه كنا دعينا ان الاغلاق عام في المدينه ديال العريش، واللي عرف النجاح بنسبه 80-90% ديال الاغلاق على مستوى المدينه ديال العريش. فطبعا كان عندنا ملف مطلبي، ومن بعد يعني كان هذا كان اتصال من طرف السلطات الكباب على حل بعض المشاكل اللي هي ممكن ان يكون عندها حل على مستوى المحلي. بعد كاين بعض المشاكل اللي هي خاصها قرار وطني، اللي يمكن خصها تشمل التجار والمهنيين والحرفيين على مستوى المغرب كامل. فطبعا بعض المشاكل هي عندها حل على مستوى المحلي، طبعا حنا راه كنشتغلوا عليها، وكاينه بعض المشاكل اللي خصها قرار وطني. فطبعا خص تكاتف ديال الجهود ديال جميع التجار والجمعيات ديال التجار والمهنيين على مستوى المغرب كامل. فطبعا يعني في ظل الظروف المأساويه اللي كيعيشوها التجار والمهنيين، فخص قرارات حكوميه في مستوى الحادث على غرار باقي الحكومات في العالم. كاين الناس اللي كتعاني، كاين الناس اللي عندها مشاكل على مستوى الجماعه ديال العريش مع قسم جبايات، كاين اللي عندها مشاكل على مستوى الاوقاف، نظره الاوقاف، كاين بعض المشاكل اللي كاينه على مستوى الماليه، كاين بعض المشاكل اللي يمكن تلقى لها حل على مستوى المحلي، كاين بعض المشاكل اللي بحال دابا الدعم والناس اللي كاريه من عند الخواص، الناس اللي عندها مشاكل مع الابناء، هذا الشيء خص قرارات حكوميه. يعني ما يمكنش تعالج على المستوى المحلي. يعني الامور راه واضحه، ما فيها شيء، يعني باش ما خاضعش للمزايدات. وكان كان 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 باغي نتوجه لهذا القطاع ديال ارباب المقاهي والمطاعم مستوى المدينه ديال العريش، يعني كنعلنوا على التضامن ديالنا معاهم كتجار ومهنيين على حسب البيان الاخر اللي داروه، فنعلنوا التضامن التام معاهم. وستسلم الرحاس بلي كنشوفوا عاوتاني واحد النادي الكاسر كيعرفوا مدينه العريش. طبعا هذه شوف مدينه العريش يعني عندها خاصيه، يعني مش غادي نقول لك، يعني كنا احنا مولفين على انه كاين الناس ديال الداخل كيجيو العريش، في راس العام كيجيو الناس ديال الخارج، الناس الجاليه في الصيف عاود كذلك، يعني البيع والشري ديالنا كينتعشوا مع هاد الناس اللي كيدخلوا العريش لا في الفتره ديال راس العام ولا في الصيف، وملي كتكون عاوتاني البلايه خدامه، وهذا يعني الامور كتكون شويه محركه. ولكن يعني هاد كورونا يعني خلت واحد العدد القطاعات اللي هي موازيه تعرف ضرر كبير، اللي اثر بشكل كبير على القطاع التجاري داخل المدينه، ويعرف كساد، وكاين يعني كاين هذا كاين ضعف القدره الشرائيه مما اثر سلبا على التجاره ديالنا. كنلاحظوا بزاف، كاين بزاف التجار كنشوفوا باقي ان كما نقولوا الدارجه السلعه ديال الصيف باقاش هذا الشتاء بزاف هذا الشيء. لان شوف حنا ملي بدينا منين شدينا المحلات ديالنا في الاواخر ديال شهر 3، يعني الناس كانت تسوقت الحوايج ديال البرد، فطبعا ملي شدينا المحلات ديالنا 3 شهور وشي حاجه حلينا في الصيف، داك السلعه هذيك يعني الناس هزوها من المحلات ديالهم وخبعوها في الديور ديالهم. فطبعا ملي حلينا في الصيف ديك السلعه ما بقاتش صالحه لنا، السلعه ديال البرد، الناس اضطرت انها تسلف عاوتاني من جديد وتمشي تجيب السلعه ديال الصيف. طبعا عاوتاني ملي جا البرد
ملي خرجت ديك السلعه كتلقى على ناد ديمودات، يعني على خساره على جوج ديال الجهات. نعم. يعني الناس كلات الدق على جوج ديال الجهات. نعم سي سلمى. وكنا شفنا لكم واحد المره كتهضر قضيه الاصلاح ديال المدينه، حتى هو تسبب بزاف المشاكل طبعا، لانه حتى التهيئه ديال المدينه اثر بشكل كبير على الحركه التجاريه في المدينه، يعني الغابره ديال البطء ديال الاشغال، يعني مجموعه العوامل اللي اثرت بشكل كبير على الحركه الاقتصاديه داخل المدينه. نعم وان شاء الله واش كاين شي، يعني كما قالوا كاين شي تفاؤل مع المغارب؟ وكنتفائلوا خير ان شاء الله مع التلقيح اللي غادي يكون بدايه من 15 شهر واحد الى 15 شهر ابريل. كنتمنوا من الله تعالى انه تكون بادره خير، ويعني هذه العمليه ديال التلقيح تكون يعني سبب في انه الامور ترجع للنصاب ديالو كيف ما كانت في الاول ان شاء الله يا ربي. ايوا شكرا سي سمير. شكرا الاخ حكيم، بارك الله فيك. شكرا. شكرا سي سمير. كمهندي رئيس الجمعيه ديال السوق بارك واحد التجار ديال السوق بارك، كنديروا هذه الجوله داخل قيصريه السوق بارك اللي كنلمحوا بان جميع المحلات مغلقه كتلتزم بهذا القرار ديال الحكومه ديال اغلاق الساعه الثامنه. وعلى مستوى مدينه العرائش كنلاحظوا ان جميع الساكنه الساعه ديال 8 ونص كيكون كلشي افواج كبيره كتشبر، يعني المسائل ديالها بتشبر طريق الديور ديالها باش ما يكونش شي واحد في الشارع العام قبل الساعه 9، لان الساعه 9 كيدخل الوقت ديال الحجر التجوال، الحظر التجوال اللي ممنوع ان اي واحد يكون في الشارع العام بعد الساعه 9 اللي كتطبق عليه قرارات حكوميه مهمه. وهذاك اللي ما كنتمناوه شي ان يتقاصوا احد الساكنه ويتشبروا، لا تشبر في الشارع العام راه ممنوع. حسب اللي كنشوفوا جميع المحلات ابواب ديال القيصريه السوق بارك مغلقه. هذا اللايف المباشر من قيصريه السوق بارك اللي كنرصد لكم به اغلاق العام ديال الاضراب ديال القيصريه. شكرا لكل واحد تبع معنا في البث المباشر اللي كان داخل قيصريه السوق بارك اللي كان الضيف ديالنا اللي هو سمير الكاموني. وشكرا، وكنوعدكم دائما بحلقه جديده ان شاء الله غدا في قيصريه جديده وسوق جديد لرصد الاوضاع ديال التجار ومدى انضباطهم مع قرارات الحكومه. شكرا لكم. لاراش اونفو تحييكم، مساءكم سعيد وليله سعيده.